اهلا بحضراتكم. بعد ما حضرتك قمت بالسلامه من على الشيزلونج بتاع جهاز الليزر والدكتور يقول لحضرتك الحمد لله على السلامه، اهم حاجه في تعليمات ما بعد العمليه واللي اوعى تعملها واياك ان انت تعملها وخطيره جدا ان انت تدعك عينيك بالطريقه دي. اي دعكه للعين او فرقه في العين في اي عين من العينين اللي اتعمل فيهم العمليه مشكله كبيره جدا وكفيله ان هي تدخل حضرتك العمليه التاني، فدي ممنوعة في كل الفترات. طب واحنا بنحط القطرة، طب يا دكتور هنحط القطرة ازاي؟ في فيديو احنا كنا عاملينه ازاي تحط القطرة بطريقة مظبوطة، وهي بان انت بتشد الجفن التحتاني من على الخد من غير ما تضغط على العين ومن غير ما تدعك العين، ودي مهمة في كل عمليات العيون. النقطة اللي بعد كده الدكتور هيطمن عليك قبل ما تروح ويقول لك الحمد لله على السلامة ويديك بعض التعليمات ويكتب لك على علاجات وقطرات هتستخدمها. القطرات اللي هتستخدمها في الغالب هي 3 قطرات، مهم ان انت تعمل فاصل بين كل نوع والتاني، واذا كان الدكتور هيقول لك هتستخدمه 5 مرات 6 مرات 4 مرات حسب التفضيل بتاع الدكتور بتاع حضرتك. بيبدأ بعد نص ساعة كده احمرار، حرقان شوية خفيف، تدميع خفيف، شكشكة خفيفة، الاعراض دي كلها مقبولة وطبيعية ان هي تحصل، وان هي بتبدأ بعد حوالي تلت ساعة لنص ساعة من العملية. كمان بيبقى فيه زي خط ازرق كده الدكتور بيعمل علامة وهو شغال، فبرضه لما تلاقي الخط الازرق دوت في عينيك او حد يقول لك عليه من الناس المرافقين ليك ما تنزعجش منه، ده طبيعي ان هو يكون موجود وبيختفي في خلال 2 3 ساعات. النقطة اللي بعد كده وانت مروح ما تسوقش، يستحسن ان انت يبقى معاك حد يسوق لك او هتاخد تاكسي وانت مروح بيتك. بعد ما تروح البيت تجيب علاجك طبعا وانت مروح وتبدأ في علاجك لحد ميعاد الدكتور اللي هيشوفك فيه، الا اذا الدكتور قايل لك على حاجة تانية. اما تروح البيت تاكل، تفطر فطار كويس او تتغدى غدوة تقيلة وتنام لك ساعة ساعتين، ده بيساعد الالتئام ويساعد على الراحة في اول كام ساعة بعد العملية. على اخر اليوم على بالليل ان شاء الله هتبقى احسن، تحس ان التدميع ده اتقل بدرجة شوية وكذلك الحرقان الخفيف اللي كان موجود. من تاني يوم هتلاقي ان 90% من الاعراض دي اختفت تماما. تقدر من تاني يوم بقى تسوق، تقضي مشوارك، تشتغل على الكمبيوتر، تنزل شغلك لو انت عايز تنزل شغلك، وانت من تاني يوم دوت لو انت هتقضي مشوار في الشمس يبقى تلبس نظارة الشمس عشان تبقى مستريح وانت بتتحرك في الإضاءة الشمس الجامدة. انما مثلا تلاقي الناس داخلة العيادة بالليل على الساعة 7 8 بالليل مساء ولابس نظارة شمس، لا، الإضاءة العادية دي مش هتضايقك ولا حاجة. الممنوعات طبعا ان مفيش مية تيجي جوه عينين حضرتك، وده طبيعي، انما لما بنيجي بنمسح بنمسح وشنا عادي من بره وبنغسل وشنا عادي من بره، انما مفيش مية تيجي جوه العين. تقفلش العينيك بطريقة جامدة قوي بالذات بعد ما تحط القطرة او كده، خلي دايما حركة الجفن يعني ايه كأنك تغميضة النوم، مش اللي هي ذرة على العين. ذرة على العين برضو من الحاجات اللي مش مطلوبة طبعا. كذلك مدام قلنا مفيش مية تيجي جوه العين يبقى ممنوع مثلا السباحة والغطس والرياضات اللي هي دي لمدة 3 أسابيع لشهر. كمان بالنسبة للأنسات والسيدات ممنوع الميك اب حول العين لمدة شهر. في الفترة الأولانية ما بعد العملية بيبقى فيه شوية بعض الأعراض اللي هتتحسن، بس بتاخد لها حوالي من شهر لشهر ونص لحد ما يكون حصل التئام كامل. الاعراض دي اللي هي اول حاجة الجفاف، ودوت احنا عشان كده بنبقى من ضمن قطرات العلاجية بعد العملية قطرة مرطبة، دي مهمة جدا. الجفاف بيخلي الاعراض يحصل زغللة شبورة بتروح وتيجي، بتتحسن مع قفلة العين وفتحها، فده من العوامل اللي بتتحسن نهائيا بعد شهر ونص لشهرين، يختفي تماما ويرجع مستوى الجفاف زي ما كان قبل العملية. تاني حاجة ان انت لما تيجي تبص للاضاءات بالذات بالليل بتلاقي حواليها هالات من الالوان، يعني هالات حمراء وزرقاء وكده، برضو دوت بيختفي في خلال نهائيا في خلال شهر ونص. لكن الاعراض دي بتبقى متفاوتة شوية من حد للتاني، يعني مش كل الناس بتحس بيها بنفس المستوى. النقطة الثالثة الرؤية الليلية، وبرضو دي بتقل شوية بعد العملية وبعد فترة الالتئام الكامل بترجع لمستواها الطبيعي زي ما كنت قبل العملية. وألف سلامة على حضراتكم.